المحضر الاعظم الانبا شنودة الثالث البابا 117 بابا الكرازة المرقسية وبلاد المهجر. يسر كنيسة العذراء المغيثة الاثرية بحارة الروم ان تقدم في المها الاول الفتاة التي غلبت الشيطان اميرة الشهيدات القديسة مارينا التي من انطاكيا بيسيديا. عن كتاب القس انطونيوس جرجس حنا كاهن الكنيسة. سيناريو وحوار سعيد يوسف واخراج ماجد توفيق. شفيتي حد؟ يا ترى انت تقدري؟ يا ترى انت تعرفي تشفي حد؟ انا يئست من كتر استنجادي بيكي من غير فايده. ارجوكي ارجوكي اشفيني بقى اشفيني. سلام للوالي العظيم. تعبان تعبان تعبان.
تعبان جدا، محدش يكلمني، محدش يقرب مني، محدش يجي جنبي. ليه؟ ما كنتش موافق في الرحلة؟ كل اللي احنا بنعمله ده والامبراطور غضبان، غضبان جدا. غضبان؟ غضبان مننا احنا بالذات؟ كان غضبان علينا كلنا، على كل الولاد. وفي اخر اجتماع كان سائر جدا جدا، واتهمني بالتقصير في ادارة شؤون ولايتنا. امال لو ما كناش بننفذ اوامره بالظبط كان عمل فينا ايه؟ عموما ده اخر منشور اصدره. منشور تاني؟ اقراه. اقراه؟ ما فيهوش جديد يا سيد الوالي، بيكرر امره بالقبض على كل المسيحيين واعدامهم. هو ده سر غضبه بالتحديد. اوديسيوس، نفذ حالا اللي في المنشور ده. ايوه يا سيد الوالي، بس انا شايف ان الوقت متاخر. متاخر يعني ايه؟ النهار له عينين. اوديسيوس، نفذ حالا اوامر الامبراطور، ده بيهدد بعزلنا من مناصبنا اذا ما قضناش على اتباع الناصري. وانا بقى بصراحه ما عنديش استعداد اضحي بمركزي علشان شويه مخابيل. سيدي الوالي، انا شايف ان دي مش مسؤوليتنا لوحدنا. امال مسؤوليه مين؟ انا شايف ان احنا لازم نشرك معانا رئيس كهنه الالهه. ورئيس الكهنه لازمته ايه؟ ما تنساش يا مولاي انه معين بامر من الامبراطور، وانه هو المسؤول عن الشؤون الدينيه. عندك حق، ابعت هاته. انا شايف ان مولاي دلوقتي تعبان وجاي من رحله شاقه. ماشي. يا سنارة سوق دروم أغندلكاش أغشتخاش أبيتي نعوم كواخوا الحمد الحمد لي كريم برماية. بص قدامك، كريم برماية، كريم بالمايا. ديانوس عاوز يغمض عينيه ويفتحها ما يلاقيش ولا واحد مسيحي في البلد. ده كان بيتكلم في اخر اجتماع وباصص لي زي ما يكون قصدني انا بالتحديد. اتفضل اتفضل يا سيدي، اتفرج اهو، لسه مشرف اهو. ارجوك بلاش عصبيه، العصبيه والثوره ما تنفعش مع رئيس الكهنه. عندك حق، عندك حق. ده ناعي يبتسم في وشك وهو بيبس السم للامبراطور. تفتكر انه هو اللي اداك المقلب؟ هو ولا مش هو؟ السلام السلام لمولاي الوالي العظيم. قول السلام لروما العظمى، السلام للامبراطور الاعظم. لكن طول ما انا بحكم شعب زي ده مش هشوف سلام ابدا. مولاي اهدى يا مولاي، الثوره والعصبيه ما تنفعش. اسكت، سيبه بس. الهجوم خير وسيلة للدفاع. اسكت انت. انت شايف كده؟ انا شايف ان مولانا الوالي زعلان شوية. هو حصل ايه؟ الرحلة ما كانتش موفقة؟ لا طبعا كانت موفقة جدا جدا، لكن بالنسبة لجلالة الامبراطور كان غضبان جدا جدا. والامبراطور زعلان من ايه؟ مادام الامن مستتب في ظل حكم الوالي العظيم. الامبراطور ما يهموش الامن والاستقرار، الامبراطور يهمه المسيحيين اللي بيزيدوا يوم عن يوم. المسيحيين دي مهمة الوالي وجنوده.
اتفرج يا سيدي اسمع. اتفضل شوف. مهمة الوالي ان يحكم الشعب. الوالي يحافظ على الامن والاستقرار. الوالي يشتغل واعظ. الوالي يقبض على المجرمين. الوالي 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 الوالي. الوالي هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ ايوه الوالي هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ الوالي يكفيه انه يقبض عليهم ويحاكمهم. يكفيه شؤون الولاية والحكم. انما انت سيدي الكاهن عليك العبء الاكبر. اي عبء يا سيدي النائب؟ وعي الشعب يا اخي. فهمه. قل له انه مفيش آلهة على الارض الا آلهتنا. الشعب اللي غرقان في ملذاته. فهموهم ان الآلهة لا يمكن تتعلق وتتصلب على خشبة العار واللعنة. انزلوا شوية بقى. انزلوا من البروج العالية اللي انتوا قاعدين فيها وبلاش ترهقوا الشعب بطلباتكم اللي بتطفشهم من دخول المعبد. واظن المعبد مش ناقصه حاجة. لا جواهر ولا ذهب ولا ذبايح. كلم الآلهة يا أخي. خليها تتنازل شوية. تتنازل عن الطلبات اللي خلي الشعب يفوق بقى ويعرف يدخل المعبد. المسيحيين؟ المسيحيين مسيحيين مين يابا؟ ده عينه على المجوهرات اللي أنا بلمها والفلوس. أنا ألمهم بالعافية وهو عايز يطوشهم بالسائل. لكن لا ده بابا سيد الكاهن. مين مين سيد الكاهن؟ محدش يخش. خش تعال سيد الكاهن. زوجتك عايزاك حالا يا سيد؟ ده وقته مش شايفني شغال. انا المرسال بيقول انها تعبانه جدا. طب خد طبيب عشان يطببها. ايوه وانا هبخر لها هنا مع الالهه وبعدين اغير هدومي واجيلها. امرك يا سيد الكاهن. يلا زوجتي دوات زوجتي. تعال يا حبيبي تعال. فين مارينا حبيبتي؟ انت لسه صاحيه؟ الوقت اتاخر قوي يا حبيبتي. انت صحيت يا امي؟ باباكي لسه ما جاش. ابويا في المعبد بيصلي الاله علشان تخف يا امي. اهلا 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 في مارينا الجميله. ها بابا كلمت الالهه؟ ايوه كلمتهم يا مارينا ووعدوني انها هتخف. ها انت ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي؟ كنت مستنياك. مستنياني برضه يا شقي. يلا اجري اجري نام بسرعه. يلا اتاخرت قوي. الطبيب جه وشافك. الطبيب جه وجمع الدواء. انا تعبانه تعبانه. الالهه هتشفيك يا امي. افتح شبابيك. انا تعبانه تعبانه قوي. عاوز اتنفس مش قادر اتنفس. افتح شبابيك. الدواء الدواء كاديوس. الدواء يا كاديوس. حالا حالا يا سيدي. خلي بالك من مارينا. دي لسه صغيرة ومحتاجة رعاية. أنا سايباها أمانة في رقبتك. أرجوك أرجوك صون الأمانة ولو مرة واحدة. سيدتي سيدتي ماتت سيدتي. أمي ماتت ماتت. مش انت قلت ان الالهة تشفيها؟ كده كذبت عليا. خذلتني الالهة كالعادة. ده اللي انت فالح لي فيه. عامل لي كده ها؟ ولا بتعمل اي حاجة ولا بتعمل اي حاجة حياتك. وعملت معايا دقة نقص جامدة قوي. مراتي تفزع مني كده وانا وعدت بنتي وطلعها ان الالهة هتخففها تطلعوني كذاب وانت بنتي الوحيدة. طب انا بقى لا هبخر ولا هقدم لكم ذبايح ولا اي حاجة. لا
إذا خلتوني أنتصر على الواجب وعينه ما بجيش على الجواهر والفلوس هفكر بقى وبخر لكم. ها خليكم معايا بقى وكفاية بقى النقص اللي فات. أنا بقدم عزائي لوفاة مراتك يا رئيس الكهنة. متشكر. بس الحقيقة أنا مش عاوز وفاة مراتك يأثر عليك وينسيك واجباتك، عاوزك تتعاون معانا. أعذرني إذا كنت مقصر معاكم، فموت مراتي كان مفاجأة. يا راجل هو أنت أول واحد تموت مراته؟ المشكلة مش في موت مراتي. ها؟ أمال إيه المشكلة؟ المشكلة مشكلة بنتي مارينا. بنتك مارينا؟ أيوه. عندي بنت جميلة أوي اسمها مارينا، عمرها 5 سنين زي القمر، وكانت متعلقة بأمها أوي أوي أوي. انا مش عارف دلوقتي ازاي اتفرغ لكم واتفرغ لتربيه بنتي مارينا. انشغالك عن شؤون المعبد ممكن يوصل لسمع الامبراطور، وده ممكن ياثر على مستقبلك كرئيس للكهنه. ومولاي يؤمر بيه. انا شايف انك تدور على مربيه تسهر على تربيتها وتريحك منها وبكده تفضلي، وانا طبيعي فضيلك، واحنا الاثنين نفضل شوية المسيحيين. مربية فكرة كويسة، النعمة المشهورة يا مولاي، واوعدك ان انا هنفذها. مشكلة وعايزك تشوف لي حل. في الحقيقة هي مشكلة، لأن من الصعب جدا إنك تلاقي مربية متفرغة اليومين دول. يا سيد كونتيليوس، أنت راجل تاجر كبير قوي، تدخل بيوت كتير جدا، فأكيد هتلاقي لي حد. أقرب حد. اسمع ما أقول لك، أنا أعرف واحدة مربية متفرغة، لكن للأسف مش عايشة هنا. امال فين؟ في بلد بعيد تبعد عن هنا حوالي 25 كيلو. وتفتكر هي توافق انها تيجي هنا؟ ما افتكرش، لانها مشغوله دلوقتي بتربيه احسن بنات العائلات. خلاص نودي لها مارينا، لاني انا بصراحه مش فاضلها خالص. انا بحبك قوي عشان انت طيبه وشكلك حلو قوي. وانا كمان بحبك قوي قوي يا حبيبتي. طب قولي لي احنا هنسافر امتى؟ انا هسافر في الاول وبعدين انت هتحصليني. يعني هنسافر بالعربيه الكبيره؟ بالظبط كده. جاهزين للسفر وقت ما تحبي يا ستي المربيه. شكرا مارينا يا حبيبتي، من فضلك ما تتاخريش عليا. يعني ماشي خلاص. هي كلها يومين والسيد كنتيليوس يجيبك لغايه عندي. وعلى خشبه الصليب علقوا رب المجد، ووقف عساكر الرومان واليهود يضحكوا عليه ويستهزئوا بيه، لكن المسيح الطيب الحنين كان بيقول ايه يا مريم؟ كان بيقول اغفر لهم يا ابتا لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طب مين يقدر يقول يسوع كان بيكلم مين على الصليب؟ انا يا امي. طب قول يا يوانا. كان بيكلم ربنا يسوع اللي فوق. برافو يا يوانا، شوفوا ازاي يسوع كان بيحب كل الناس، حتى اللي صلبوه كان بيحبهم وكان بيصلي علشانهم وكان بيطلب لهم الغفران. طيب ده يعلمنا ايه يا ديانا؟ ده يعلمنا اننا نسامح اللي زعلنا. شاطره يا ديانا.
مارينا يا حبيبتي. اهلا يا سيد كاسيليوس. اهلا بيك مارينا يا حبيبتي، وحشتيني قوي. انت كمان يا امي. تصوري طول ما احنا جايين في السكه الطويله دي وهي ما عندها سيره غيرك. انا كمان يا سيد كونتيليوس، مارينا ليها معزه كبيره قوي في قلبي. مفهوم مفهوم. واديكم اتجمعتوا تاني مع بعض. ها مبسوطه يا مارينا؟ مبسوطه يا عم كونتيليوس. طيب استاذن انا بقى. خليك قاعد معانا شويه، لسه بدري. انا خلاص عملت اللي عليا، سلمت الامانه ولازم اكمل سفري. زي ما تحب. عاوزه حاجه يا مارينا؟ سلم لي على والدي كتير. بالمناسبه قبل ما انسى، ده كيس فيه مصاريف مارينا، والصندوق ده فيه كل هدومها وحاجتها. ايوه يا سيد كونتيليوس، بس ده كتير قوي. مفيش حاجه كتير على مارينا. استاذن بقى. زي ما تحب، مع السلامه. سلام يا مارينا. مارينا كوني بنت طيبه. اختكم الجديده مارينا. سلام ليك يا مارينا. سلام الاله لكم. حبيبتي مارينا، احنا هنا بنقول السلام لكم. السلام لكم. ايوه حاضر يا امي. مارينا تحبي تستريحي يا حبيبتي عشان انتي لسه جايه من السفر؟ لا انا مش تعبانه. تحبي تقعدي معانا؟ اتفضلي. ها كنا بنقول ايه يا ادروسيس؟ كنا بنتكلم على السبع كلمات اللي المسيح قالهم على الصليب. المسيح؟ انا سمعت الاسم ده قبل كده. هو انتوا مسيحيين؟ ايوه يا مارينا. دول هيموتوكوا. استخبوا او مستخبوا. مين اللي قالك كده؟ انا شفتهم في الطريق بيموتوا المسيحيين. ما تخافيش يا مارينا، احنا الهنا القاري هو اللي هيحمينا. يعني انتوا عندكم عساكر وجنود هيدافعوا عنكم؟ احنا عندنا سلاح اقوى يا مارينا. هو فين؟ سلاح الايمان بالرب يسوع المسيح. لكن بابا هيموتكم. اللي معاه ربنا ما يخافش من حد. اهدي يا حبيبتي وعودي، وانا هحكي لك وعلمك كل حاجه، ومش عاوزاكي تخافي من اي حاجه. كلميني عن الالهه بتاعتكم يا امي. احنا ما عندناش الهه يا مارينا، احنا عندنا اله واحد. اله واحد بس؟ ايوه يا مارينا، اله حنان رحيم، بيحب ولاده ويعطف عليهم، اذا احتاجوا يديهم، واذا وقعوا في ضيق ينجيهم، واذا مرضوا يشفيهم. ياه ده الاله بتاعك عظيم قوي يا امي. يا ريت بابا كان طلب منه يشفي امي. يا ريت يا حبيبتي، بس بابا الالهه بتاعته من الحجاره ما بتسمعش. لكن الاله بتاعنا اله حي، هو اللي خلق الكون ده كله، وخلق السماء والارض وكل حاجه فيها وعليها. يعني الهك هو اللي خلقك يا امي؟ ايوه، وخلقك انت كمان، وخلق بابا، وخلق السيد كونتيليوس. علمينا يا امي اصلي لالهك. حاضر يا حبيبتي، قومي عشان تركعي. باسم الاب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بسم الآب والإبن والروح القدس إله واحد آمين. أبانا الذي في السماوات. أبانا الذي في السماوات. ليتقدس اسمك. ليتقدس اسمك. ليأتي ملكوتك. ليأتي ملكوتك. لتكن مشيئتك. لتكن مشيئتك. كما في السماء كذلك على الأرض. كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا. خبزنا كفافنا. أعطينا اليوم.
أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين شاطرة يا حبيبتي ممكن تحكي لي قصة إلهكم؟ مش الأول تعرفي اسمه؟ صح هو اسمه إيه؟ يسوع المسيح الناصري يسوع المسيح الناصري؟ يسوع المسيح الناصري يا سيدي وربي يسوع الذي صلب من أجل خطايانا وخطايا العالم افتح قلب مارينا وساعدني على توصيل الإيمان بيها يؤنى أمال فين مريم؟ الحقيقة يا أمي أنا عديت عليها ولقيتها عيالة أنا مبسوطة منك قوي يا يؤنى لأنك سألتي على مريم يبقى لازم نروح نزور علشان ربنا بيقول كنت مريضا وزرتموني أنا سعيدة جدا بيك يا مارينا أنا بحب إخواتي قوي لكن بحبك أنت أكتر وهم كمان بيحبوك يا مارينا بس أنا زعلانة علشان بابا بيقبض الحجارة أنت عارفة إحنا كل اللي هنقدر نعمله إننا نصلي علشان بابا يعرف يسوع ويحبه فعلا يا أمي بس اسمعي يا مارينا ربنا يسوع لما جه على الأرض جه لخلاص كل العالم من الخطية كل الناس سمعت عنه وعرفوا قد ايه هو حلو وجميل وسمعوا عن تعاليمه وعرفوا قد ايه هو بيحبهم بدليل انه مات علشانهم والكتاب المقدس بيقول لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وأكيد والدك هو كمان سمع عنه وعن تعليمه بس هو فضل إنه يعبد الأوثان الحمد لله يا أمي نكيتي وخاتيني من عبادة الأصنام اشكري ربنا يا مارينا لأنه هو اللي بيرتب كل حاجة عيد ايامك ربنا هو لينا احلى عيد عيد ايامك ربنا هو لينا
شاق الفجر باكي في صباح الأحد، عند شاق الفجر باكي في صباح الأحد، قام رب المجد ناصر شعبه للأبد، قام رب المجد شعبه للأبد. أنت دست الموت وحدك يا يسوع الناصري، مظهرا للخلق مجدك بالجمال الباهري، مظهرا للخلق مجدك للجمال. قام بكر الراقدين ظافرا معطي الحياة، قام حقا ويقينا، قام من بعد الوفاة، قام حقا ويقينا، قام من بعد الوفاة. يلا بينا نصل. من الآب والابن والروح القدس إله واحد، آمين. من كنتيليوس إلى المربية الفاضلة، رعتك الآلهة وأقدقت عليك الهبات وأسعدت أيامك. أبلغك يا سيدتي أن الكاهن الأعظم والد مارينا مات، وذهبت نفسه إلى عرائس الآلهة وإلى رحابهم بجوار البعل العظيم الذي خدمه طيلة حياته، وقد أوصاني وهو في النزع الأخير وعلى فراش الموت أن أسلم مارينا ميراثها. لذلك أرسلت لك أيتها السيدة الفاضلة لكي تبلغيها الخبر بطريقتك. كونتيليوس بسيدية. يا سيدي يسوع المسيح، أنت تعلم سر هذه الدموع، إنها دموع من أجل أبي وأمي الذين تركوني، لكن كلامك يا رب يعزيني، فأنشد مع المرنم: إن أبي وأمي قد تركاني، أما الرب فقبلني. خفف عني يا سيدي هذه الجراحات، واجعلني مستحقة أن أحمل صليبي وأتبعك، واسمعني حينما أناديك بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. الرب يعزيك يا أختي. الرب معك يا مارينا. صدقين يا مارينا، إحنا زعلنا وتأثرنا لوفاة والدك. الرب يعزيك. أشكركم وأشكر شعوركم الجميل، أنا فعلا الرب معزيني. وما تنسوش قول الكتاب: مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، متعظين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا،
لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا الميت. يباركك الرب يا مارينا. لكن اللي مزعلني يا أمي إني ما قدرتش أوصل رسالة الرب لي قبل ما يموت وأنقذ روحه من الهلاك. لكن يا مارينا أنا عايزاكي تهتمي بحاجات أعمق من كده. زي إيه يا أمي؟ أنا هفهمك يا حبيبتي. الآب والابن والروح القدس إله واحد في ثالوث. زي إيه يا مارينا؟ زي الشمس. الشمس دي قرص واحد ليها نور وليها حرارة، والشمس والنور والحرارة حاجة واحدة. وزي ما الشمس ممرش عليها وقت من غير لا نور ولا حرارة، عشان احنا قلنا ان الشمس والنور والحرارة حاجة واحدة، فده يقرب لنا فكرة ان الله الآب والابن والروح القدس حاجة واحدة. وفي رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 5:7-8 تعالي نشوف الكتاب المقدس بيقول إيه. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة اللي هو الابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في واحد. اطمئني يا مارينا، زمانها جاي. اللي قلقني انها اتأخرت قوي يا مريم. يمكن ابونا طول في الاجتماع شوية. يا ريتنا كنا رحنا معاه. هي رفضت وقالت ان الشوارع مش مأمونة ورمال مش سايبين بيت ومالين الشوارع كلها. عندها حق، هما مش سايبين حد. صلوا من اجل الاخوة من اجل المسيحيين في كل انحاء العالم. يلا نصلي عشان ترجع لنا بالسلامة. السلام لكم. سلام ونعمة. اتأخرت لي يا امي، شغلتيني عليكي. شغلتيني يا امي، ايه الحكاية؟ استنوا يا بنات بس لما اخد نفس، في حاجة حصلت؟ هحكي لكم على كل حاجة. انتوا عارفين ان عساكر الرومان واليهود بيقتلوا في المسيحيين ويعذبوهم. ما هو ده اللي خفنا عليكي مني. يا مارينا يا حبيبتي ما تخافيش، ده احنا معانا ربنا. انتوا عارفين الحاجة اللي مفرحاني ايه؟ ان المسيحيين بيروحوا للموت وهم فرحانين وبيرددوا بيقولوا: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. علشان كده يا امي القديس بولس بيقول ان ألمات الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا، اذ نتألم معه لنتمجد معه. لكن ايه اللي اخرك النهاردة يا امي؟ الوعظة. الوعظة يا بنات كانت حلوة قوي النهاردة. كان بيتكلم عن القديسة أدروسيس والقديسة يؤنة. يا ريتنا كنا معاكي يا امي. انتوا عارفين ظروف الطريق، لكن انا مش هحرمكم من سماع حكايتهم. يا ريتك تحكي لنا حكايتهم يا امي. حاضر. القديسة أدروسيس بنت الملك الوثني أدريانوس الجبار كانت حلوة قوي، وكان باباها بيحبها خالص، وعلشان كده بنالها مقصورة جميلة جدا وخباها فيه عن عيون الناس. لكن القديسة كانت بتفكر في زوال الدنيا وكان نفسها تعرف الطريق الصحيح. وفي يوم وهي نايمة سمعت صوت بيقول لها: ابعتي هاتي يؤنة بنت فيلوس فيرون وهي هتفهمك الطريق الصحيح اللي انت بتدوري عليه. وفعلا بعتت وجابت يؤنة المسيحية المخلصة لإلهها، وعلمتها يؤنة كل اللي هي تعرفه عن سير الأنبياء والقديسين، وابتدت معاها من آدم والأنبياء وشرحت لها النبوات اللي اتقالت عن المخلص ربنا يسوع المسيح. وأمنت أدروسيس بالمسيح، ولما رجع أبوها من الحرب حب يجوزها،
فطلب منها انها تبخر للاوثان قبل الزفاف، فرفضت. فسأل ليه؟ فقالت له لان الشيطان ساكن في الاوثان دي وانها مش ممكن تعبد الاوثان. وسأل مين اللي علمها الكلام ده، وعرف انها يؤنى هي اللي علمتها، فامر بحرقهم هما الاتنين احياء. ووقف الناس يتفرجوا على شجاعة القديستين، لكن كانوا بيبقوا على شبابهم وجمالهم. وبعد الحريق لقوا جسدهم هما الاتنين ملتصقين ببعض، والنار ما أثرتش عليهم. أمر من الوالي ألوفارنوس المدعو على بروتاس بالقبض على كل من يعتنق الديانة المسيحية ويرفض السجود للآلهة، بمعاقبته بالسجن حتى الموت. أنا هنا مش من أجل الحكم وبس، أنا هنا مخصوص من أجل إبادة كل ما هو مسيحي. أظن كلامي مفهوم. أنا بوجه كلامي خصوصا للقادة. يا مولاي بكل تواضع أحب أقول لسموك إنك تعمل كده، تأشر تأشر يا مولاي، وأنا راهن الإشارة. مولاي يأمر وإحنا علينا التنفيذ. بكرة الصبح تفتشوا البلد بيت بيت وحارة حارة وشارع شارع، وتقبضوا على كل المسيحيين ويتقدموا للمحاكمة أمام الشعب كله. كانت عبدة ولا حرة؟ سيدي كلفتني بمعرفة بيتها وانا نفذت. انا عاوزك تاخد جنودك وتروح لها وتسألها اذا كانت عبدة ولا حرة. امر مولاي. بلغها انها اذا كانت حرة انا هتجوزها وهخليها سيدة البلاد كلها، واذا كانت عبدة انا هعتقها وحلحقها وصيفة بالقصر معززة مكرمة. اسمع، بلغها كمان ان انا معجب بجمالها جدا. يلا بسرعة ما تضيعش وقت. امر مولاي. ارحمني يا الله مخلصي، ولا تهلك نفسي مع الكفار، ولا حياتي مع سافك الدماء، ولا تتخلى عني لألا يهلك الأسمة نفسي ويدنسه مسامعي ويغير فهمي
بل ارسل نعمة من العلاء وامنحني نعمة لأتقوى بقوتك. أيتها الفتاة، الوالي يريد مقابلتك. ثبتني يا رب بغير جزع حتى أستطيع أن أتماسك أمام هذا الوالي الكافر. انظر إلى نفسي المسكينة كالشاة بين الذئاب أو العصفور بين الصيادين، وتعال إلي يا سيدي يسوع المسيح وخلصني من هذا الوالي الكافر ونجني. لك ينبغي التسبيح والكرامة إلى الأبد، آمين. مسيحية حكمت على وزارة شبابها بالزبون. انا هقضي على جمالها وهشوه جسمها الجميل وهخليها عبرة لكل واحد او واحدة يتحدوا الوالي وجنوده على نيتن. اسمع واقبض عليها حالا وهتهالي هنا. امر مولاي. مبقاش انا الابروتس انما خليتها عبرة لكل من لا يعتبر. اسمك ايه يا حلوة؟ مارينا. مارينا، اسم جميل جدا يا مارينا. من اي جنس انتي؟ اقصد انتي عبدة ولا حرة؟ انا مسيحية حرة وعبدة في نفس الوقت. ايه فزورة دي؟ عبدة وحرة في نفس الوقت؟ ازاي دي تيجي بقى؟ أنا عبدة لسيدي يسوع المسيح. يسوع المسيح الناصري. وأي إله بتعبدين يا فتاة الناصري؟ أنا أعبد ربي وإلهي خالق السماوات والأرض وخلقك وخلقني له كل المجد. يعني أنت بتعترفي أنك مسيحية؟ أيوة مسيحية. كفرة. أنت اللي كافر يا عبد الأصنام. خلاصي خدوها وارفعها في السجن لحد ما نشوف لها صرفة. معه دوما كل حين
ويأخذني للمجد ويأخذني للمجد ويأخذني للمجد أمشي معه دوما كل حين. الآلهة. أنا بكل تواضع أعتقد إن مفيش شيء في الوجود يضاهي عظمة الآلهة بتاعتنا، مش يسوع الناصري اللي اليهود صلبوه. إذا كان اليهود صلبوه يبقى أنا ضعيف. أنا اللي مجنني حاجة واحدة، إنهم بيموتوا نفسهم من أجله. بحق سيد الولي، إيه أخبار الأسيرة الجميلة؟ تقصد مارينا؟ أنا هجيب مناخرها الأرض. وإيه لازمته يا مولاي؟ ما تحكم عليها بالموت وخلاص. أقول لك الحق، البنت عجباني قوي. مبقاش أنا الأبروتس العظيم إن خلتها تقدم الذبايح للآلهة. بس أنا شايف إن البنت دي عنيدة قوي. هنشوف. هاتوا البنت اللي في السجن حالا. أمر مولاي. السجينة يا مولاي. فكوا قيودها. ايوه فكوا قيودها. ايوه تقدمي يا مارينا الجميلة. هي مش جميلة برضو؟ هي من حيث جميلة فهي اكتر من جميلة. مارينا عزيزتي، اتعشم انك تكوني عائلتي وغيرت رأيك. اسمع يا مارينا، الآلهة عارفة انا بعزك قد ايه وانا بشهدها على كده، لكن عشان اعزازي لك يزيد انا عايزك تسجدي للآلهة. ولا اقولك بلاش تسجدي، كفاية انك تنحني. يلا مارينا انحني للآلهة، وصدقيني انا هلبيلك كل طلباتك، بس انحني للآلهة. اسمع ايها الكافر، انا لا بهتم لا بقصورك ولا بجواهرك ولا بوعودك، انا عمري ما سيب ربي والهي الحي. مارينا انت اذا سمعت الكلام هيكون ليكي فضل كبير جدا على اهل ديانتك. انا ممكن على فكرة اعفو عن كل المسيحيين الموجودين في كل السجون. ايه رأيك؟ ايها الوالي المغرور، انا لا اذبح للحجارة، انا اذبح ذبيحة شكر لله العظيم خالق الكل مخلص الجميع وصاحب العفو الله الحي. وعايزة اقول لك ان كل الموجودين عندك في السجن يفضلوا يموتوا وهم رافعين قلوبهم للي حبهم متصلب من اجلهم، وما يفضلوش انك تعفي عنهم. انا بحذرك، عنادك ده هيسبب لك عذاب شديد جدا. هقطع جسمك، هشوه جمالك، هخليك عبرة لكل اهل انطاكيا، ومحدش ابدا هيقدر يخلصك من ايديا. لكن لو سمعت كلامي يا مارينا، لو سمعت كلامي وسجدتي للآلهة، انا هخليك اعظم من اميرة، هتجوزك بس تسجدي للآلهة. انت حقيقي ممكن يكون ليك سلطان على جسدي تحرقه تقطعه تشوهه، لكن روحي دي ملك ربي ملكش سلطان عليها. الكتاب المقدس بيقول: ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أقصر. يعني مصر على موقفك؟ الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ أمرنا نحن أهالي البلاد بربط مارينا المسيحية وتقييدها وضربها بالكبراج على ظهرها حتى يتفكر.
حجر الدم من كل اجزاء جسمها. امر والي البلاد بربط مارينا المسيحية وضربها بالكرباج على ظهرها حتى تكون عبرة لكل من يتطاول على الالهة ويعتنق المسيحية. ترحم نفسها، ما هي عارفة ان الوالي عنيد. هي خسرت شبابها وجسمها اللي قاعدين يشوهوه. لازم واثقة ان الهها هينقذها. عظيم ايمانك يا مارينا، تقوي في الايمان اكثر، لانك باعترافك الحسن تحيا نفسك وتنالين المعمودية المقدسة. لقد خلصني ربي وإلهي وأرسل لي رئيس ملائكته ميخائيل وشفى عني الألام وحمل أوجاعي، وها أنا، ها أنا أمامكم سليمة معافى بقوة يسوع المسيح ملكي وإلهي. اسمعوا وآمنوا بالرب، فإن الله يسمع لكل طالبيه. أما أنا فلا أسجد لآلهة صماء بكماء عمياء مصنوعة بأيدي الناس. ساحرة! لابد انها اتعلمت السحر واتقنته. مش معقول، يمكن الهها حقيقي. احنا بنؤمن بإلهك يا مارينا، احنا بنؤمن بإلهك يا مارينا، احنا بنؤمن بإلهك يا مارينا. معقول اللي بيحصل ده؟ معقول اللي بيحصل ده؟ انا بسألك انت. انا شخصيا مش مصدق اللي بيحصل ده. يعني انت مؤمن بالكلام اللي بتقوله البنت دي؟ السحر، السحر يا مولاي، السحر. ايوه هو السحر، السحر. نفسي اتعلم السحر يا مولاي. انت في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ عموما بكرة بعد ما الامشاط الحديدية تقطعها ويتحول جسمها الجزل جزل جزل، هنشوف ساعتها هتعمل ايه. ليتبارك اسم الرب، ليتبارك اسم الرب. يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع. كفاية، ارموها في السجن لحد ما تلفظ انفاسها. امشي معه دوما كل حين. Oh.
لو سجنت أو جلدت لو سجنت أو جلدت لو سجنت أيها الإله القدوس ما أعظمك يا مثبت الأمور الصالحة بيديك، أنت رجاء التائبين وحال المأسورين، أنت أب اليتامى وقاضي الأرامل. إليك يا رب أرفع نفسي وليس لي رجاء غيرك. أمشي معه دوما كل حين. مدام العسكري اخذ الاكل يبقى ضروري عايشه، وبكره بكره ان شاء الله هو وعدني اني هشوفها. يا رب يا رب عبدتك مارينا بين ايديك، ربنا معاها ومع كل المسيحيين. يلا بينا نقوم نصلي لها. حبيبي يسوع المسيح الذي تألم وتعذب من أجلنا نحن الخطاة، اشفي جراحي، ارسل لي ملاكك الجليل عونا لي في محنتي لكي أستطيع أن أهزم كل قوى العدو. قويني يا رب. مارينا تقوي يا عروس المسيح، فستعطي ما طلبتي وتنالين من عدوك الشيطان، وتنظريه وجها لوجه وتغلبيه لتكون القديسة التي غلبت الشيطان، وترتفع نفسك إلى النعيم الأبدي، وسوف تنالين المعمودية المقدسة. السلام لك يا مارينا، السلام لك يا مارينا، السلام لك يا مارينا، تقوى يا عروس المسيح. فليتمجد اسم الرب، فليتمجد اسم الرب. كيف أصبحت يا سيدي الوالي؟ بعد احداث ليله امبارح انا سعيد جدا جدا بالنهايه اللي انتهت اليها مارينا العنيده، عشان يعرف كل واحد ايه نتيجه عصيان اوامري. يا ريت تبعت لها يا مولاي احد جنودك عشان نعرف حصلها.
كانت لسه حية. هاتوا مارينا من السجن حية أو ميتة. أنا في حلم ولا في حلم؟ لا مش معقول ده حلم. لا أنت أكيد سحرة. ده سحر. قربي هنا. أنا مش ساحرة، أنا عبدة المسيح، لكن الرب أراد أن يفضحك أنت وأوثانك النجسة. لسانك الطويل وعنادك هيجيبولك الكف يا مارينا، لكن المرة دي مش هتفلتي مني أبدا، ولا سحرك هينفعك. أمرنا نحن الأبروتس بنشر المدعوة مارينا المسيحية، ونشوف بقى إذا كان المسيح بتاعها هينفعها ولا لا. يا يسوع يا يسوع، كملوا تعذيبها وقطعوها وارموها في السجن لحد ما جسمها يعفن. أعطيتنا يا رب السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، فلتكن مشيئتك يا رب. أنت ناصري، أنت ملجئي، أنت يا رب رجائي. أنت قلت لنا ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني، فها أنا يا رب أدعوك، ها أنا يا رب أدعوك، فليتمجد اسمك القدوس. Thank you.
المنظور الذي ترتعد البحار من مخافتك، الذي ربط الشيطان وحل المربوطين منه وأقام الأموات وأخرجهم من الجحيم وكسر قوة التنين العظيم. انظر إلي وارحمني لأغلب هذا الوحش ولا أخاف منه. صليبك. أشكرك يا إلهي لأنك إله الضعفاء، الجالس على عرش السماوات والقادر على كل شيء. انظر إلي وارحمني وكن معي حتى أتمم جهادي. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. يا سيدي يسوع المسيح، أنت هو الحي الذي لا يموت، ملك الملوك ورب الأرباب. أسألك يا رب أن تعطي نفسي قوة لأغلب الشيطان. يا صخرة الملتجئين إليك، إكليل العذارة، مخلص العالم، مبارك اسمك إلى الأبد. آمين. مارينا كفاية صعبة، ده انت لو سمعت كلام الوالي هيسعدك وصلاتك هتكون مقبولة عند الله. ارحميني يا مارينا، ارحميني ارحميني ارحميني. اخرس يا عدو الله، يا غريب الجنس، اني لا اطيع الا ربي يسوع المسيح. ارحمينا مارينا، ارحميني، بلاش يا سيدة، بلاش بلاش. اخرس يا ملعون. ايتها العذراء القديسة، تغلبت على كل التجارب، قد اعد لك اكليل النور، فافرحي يا مارينا، ابواب السماء مفتوحة امامك وفي انتظارك. يا الهي، أسألك أن تجعلني مستحقة مواعيدك وأنال حميم معموديتك المقدسة. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. يا مارينا، قد قبل الرب طلبتك ونصرك على عدوك الشيطان، فاسألي هذا الذي تحت قدميك ما تريدين ليظهر لك أعماله الشريرة. اسمك ايه ايها الكلب النجس؟ انا اسمي بعلزبول، رئيس سمين الشيطان، وكل الشيطان بيرو شياطين اكتر. وايه اصل مولدك وايه اعمالك؟ اسألك باسم الهك، خفف لك الشوية عليا، خفف لك الشوية، وعايز اقدر اتكلم واجاوبك. اتكلم وإلا حرقتك. أنا اللي بضم الناس وبحارب المختارين وصبر لهم المتع وخليهم تدعي، لكن انت الوحيدة اللي ما ينفعش معاك أي حيلة. فليغلبك الله أيها الخبيث الماكر. لكن الشيء الغريب اللي أنا بستغرب له، ازاي بنت صغيرة صغيرة زي كمارينا تدرس عليا؟ انا كنت تعبان والتنين والغريب ان ابوكي وامك كانوا من اتباعي. وليلي من الليجي الخوري منين؟ ايها الاحمق الاعمى، قوتي بستمدها من قوة المسيح الاله الحي. كفاية ما تطيش الاسم ده تاني، تطيش الاسم ده تاني، ابعدي انزل ده ابعدي. ردتيني يا مارينا، ردتيني يا مارينا، ردتيني.
تمجد اسمه كان مبارك. وفجأة لقينا السجن كله منور يا مولاي، شفنا تنين هائل. ايه التخاريف دي؟ ايه اللي هيجيب التنين جوه السجن؟ صدقني يا مولاي صدقني، حتى اسأل كل الحراس اللي كانوا معايا. بس يا راجل انت بطل تخاريف، انتوا لازم كنتوا سكرانين. مولاي روح هات اللي غلبت التنين العظيم. حاضر حاضر يا مولاي، بس انا ايه سحرتك انت والحراس؟ انا عارف سحرها ومش هيبطل سحرها ده الا حلقها. احرقوها. احميتك بيداي وقلبي ولم تجد فيا ظلما، وعبرنا في النار والماء فاخرجتنا الى الراحه. يا مارينا خلاص نفسك وارحمي روحك، اسمع كلام الوالي بدل العذاب ده. اسمع ايها الجندي، ان الشيطان لا يغلب عبدة المسيح. قويني يا رب وانصرني ولتكن ارادتك. كفاية، فكوها وارموها في المية المغلية. أيها الساكن في السماوات، أسألك أن تحل رباط يدي وارسل ألسنتك النارية لتقدس الماء، واجعل لي هذا الماء معمودية. المقدسة، طوباك لأنك استرحت وفزت بإكليل البتولية. طوباك يا مارينا، اسقلينا أيها البار عند الرب يسوع المسيح. اسقلينا أيها البار عند الرب يسوع المسيح. سحرتهم مارينا، خدوهم وقتلوهم كلهم. مش معقول بنت صغيرة سنها 15 سنة تعمل ثورة في البلد وتهيج الشعب علينا. حاجة غريبة أوي. لازم تخلص منها يا مولاي قبل ما تخلص علينا، دي خلتنا عبرة امبارح قدام الشعب، والأغرب من كده إن الشعب مصدقها. عندك حق، لازم تموت. أمر من الأبروتس والي بسدية والقرى اللي حولها، تقطع رقبة المدعوة مارينا بحد السيف. مش قدام الناس يا مولاي. ايوه مش قدام الناس يا مولاي. تقطع رقبة المدعوة مارينا بحد السيف بتهمة الخروج على ديانتنا والكفر بآلهتنا واعتناقها المسيحية، وبكده تكون خرجت على أوامر الإمبراطور المعظم فتستحق الموت. انظر لمخلصي يسوع المسيح فامهلني لكي اصلي، لعل الله يقبل روحي لمكان الراحه.
افعلي ما تريدين. اللهم انك انت الذي رفعت السماوات وبسطت الارض، اسمع مني طلبتي، اسالك يا رب من اجل كل خاطئ يسالك تائبا عن خطاياه، امحو جميع ذنوبه وكل من اوقد هيكلك المقدس، اعطه يا رب ما يساله منك، وكل من حضر مجلس قضاء مفزع ويذكر اسمك القدوس بأمانة صحيحة، ليغلب يا رب أعداؤه، وكل من بنى هيكلا يذكر فيه اسمك القدوس، أعطه يا رب ما يفرح قلبه وكل من به مرض من الأمراض، وسألك منه الشفاء إن كنت تشاء حياته، امنحه يا رب الصحة سريعا من جميع لله وأتعابه الجسدانية والنفسانية، وكل من حضر إلى بيعتك وسكب قلبه أمامك منكسرا، تحنن عليه يا رب بغفران خطاياه، وكل من وقع في أمر صعب أو في ضيقة مرعبة وطلب إليك بإيمان ثابت وقوة، يا رب انصره على أعدائه، وكل من سألك يا رب وهو في طريق مخيف أو برية أو بحر، أعنه يا رب ورده سالما إلى مسكنه. وأخيرا يا حبيب المسيح، كما سمعت لصلاة سليمان الحكيم، اسمع من عبدتك اليوم، لأنك أنت تعرف قلبه، لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب بني البشر، لأن ترك الإنسان أمام عينيك يا ربي وإلهي، وأنت تحصي كل سبله. آمين. طوباك يا مارينا، لأنك ذكرت في صلاتك كل الخطاة وكل ما طلبته فقد سمعته منك، وما لم تذكري سأعطيك إياه. وكل من يتشفع بك من النساء العواقر بأمانة صحيحة يلدن الأبناء المباركين. قم بمهمتك بسرعة أيها الأخ المبارك. لا، أنا ما قتلش عبدة المسيح واختف الإيمان. لا، إذا أنت ما عملتش اللي أمرك بيه الوالي، مش هيكون ليك نصيب في ملكوت الله. اغفر لي يا سيدي يسوع المسيح. للشعب الذي يؤمن ويعيد يوم ذكراك، فهلمي إلى الموضع المعد لك مع القديسات في فردوس النعيم. لتلات كليل، الأول من أجل الغربة، والتاني للبتولية، والتالت من أجل الشهادة الحسنة والجهاد على اسم المسيح. نال التالت. إلى كل الشعب الذي يسمع قصتي، أقسم عليكم أجمعين باسم ملك الدهور الأبدي الذي روحي بيده الطاهرة أن تصنعوا تذكاري وتذكروا اسمي وتستروا جسدي، وبمشيئة ربي يسوع المسيح فأنا أسأله من أجلكم ليعطي غفرانا لخطاياكم ويجعلكم وارثين بالمسيح الميراث الأبدي
وتكتب أسماءكم مع كل صفوف قديسيه في ملكوت السماوات لربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. جهاد على اسم المسيح.